Wir hören gerade unten von den Demonstranten einen unbeschreiblichen Jubel. Ich weiß nicht, was er zu bedeuten hat, aber es scheint etwas ganz Besonderes passiert. Er ist zurückgetreten. Ich bekomme gerade die Meldung, ich bekomme gerade von meinen Kollegen signalisiert, dass Mubarak offensichtlich zurückgetreten ist. Das würde diesen unbeschreiblichen Jubel, der hinter mir hochkommt von der Corniche in unser 13. Stockwerk, erklären. Ich habe noch keine Bestätigung dafür, aber die Kollegen signalisieren mir, Mubarak, der nach Sharm el-Sheikh gegangen ist heute Nachmittag, ist wohl von seinem Amt als Präsident des Landes zurückgetreten. Ich hoffe, die Meldung bestätigt sich. الفن بشكل عام لعب دور مهم جدا جدا في الثوره، وهو ده اذهل العالم كله، يعني ان احنا كنا بنغني وبنمثل وبنرسم وبنقول شعر وطلع حاجات حلوه قوي كتير من الشعب المصري، بينت قد ايه ان هو شعب دمه خفيف وشعب بيعرف يخرج نفسه من الازمات باي حاجه. على التجربه الشخصيه انا ما كنتش اتخيل ان الاغاني بتاعتي هتلعب دور مهم قوي في الميدان، او كنت متخيل ان انا لما اروح اغني في الميدان ان الناس اللي قدي في السن بس هم اللي هيفهموني او هيحسوني. انا قبل الثوره ما كنتش نشط سياسيا قوي، انا كنت بعبر عن اللي جوايا كغضب واحد مصري عايش في مصر متضايق من الاحداث اللي بتحصل عن طريق الاغاني اللي انا بغنيها وعن طريق كلام بيوصف حال الناس الغلابه وحال الناس الموجوده في مصر. يوم الاربعاء 9 مارس في ميدان التحرير، الجيش هجم على الميدان مره واحده وكان معاه بلطجيه كتير جدا، وكانوا متفقين مع بعض ان هم يخشوا يخلوا الناس المعتصمين في الميدان، خدوا ناس كتير وانا كنت من الناس اللي اتاخدت، ودوني على المتحف المصري. من اول ما دخلنا جوه حصل ضرب بعنف شديد جدا ومن غير ما يسمعوا مننا اي حاجه ولا يفهموا احنا متاخدين ليه ولا اي حاجه. انا مش عايز اي حاجه غير ان احنا نهتف مع بعض ونوحد صوتنا عشان صوتنا يوصل للناس اللي قاعده في البيوت عشان يتشجعوا ينزلوا تاني. يعني ارجوكم اي واحد موجود دلوقتي ما يسيبش اي واحد صاحبه او جاره قريبه اخوه يقدر يجيبه عن ميدان يجيبه. الدعوه المباشره هي اهم دور علينا كلنا دلوقتي. في فنانين كتير للاسف بعد مع الحكومه الجديده بداوا برضه يبقوا معاهم عشان يكسبوا رضاهم وعشان يبقى موقفهم احسن في البلد، لكن احنا للاسف الحكومه الجديده اللي ماسكه البلد دلوقتي ما بتختلفش كتير قوي عن حكومه مبارك، احنا بنعاني من نفس المشاكل. انا ما حسيتش اي تغيير. نتكلم عن كائن يكاد يشبه البشر كثيرا، سبحان الله. فلو يعني لو بصينا عليه وهو بياكل وهو بيشرب اقترب كثيرا من الانسان حتى في وضعيه الجلوس. لو شفنا انثى عم تستر وهي ماشيه طبعا برضه. أول حاجة فكرنا فيها أنا ومحمد إن إحنا نعمل توعية سياسية للناس عشان لما تطلب بحقوقها بتبقى عارفة هي عايزة إيه. أول تجربة كان من خلال قوافل الثورة الثقافية. فجينا قلنا نيجي نقول المصطلحات السياسية اللي صعب أي بني آدم بسيط إن هو يفهمها. فبدأ محمد يكتب. هو أنت عشان تتكلم مع الناس في حقوقها لازم يبقوا فاهمين أنت بتتكلم فيه أصلاً. فانا ابتديت اكتب بشكل كوميدي
معاني المصطلحات السياسيه، تبدا تكتب بشكل كوميدي القضيه اللي بتشغل دماغ الناس، الفلوس اللي مع النظام لما ترجع هيتعمل بيها ايه، هل دي هتاخدها الحكومه ولا هتتفرق علينا بالورقه والقلم كده. بجد يا كابوسه يا حلوه انت يا وابوسه يا جوهره هربانه من الجواهر يا احلى من سوى اللفه والخرب ما تفرقش بين الاف ولا ملايين ما تفرقش بين الاف ولا ملايين وانت في عيني احلى من كل كل شهيد قلتها وبقولها وهقولها وبعلنها صوت استعرضت مع اسمك يا حبيبتي لحد ما كنت بقيت معتصمين في الميدان، فابتدى لقينا الستيج اتعمل والناس كل واحد بيطلع يقول كلمه خاصه بالثوره. فانا الحمد لله يعني دعاء جت بتقول لي عايزين نعمل حاجه من شغلنا بس انت عامها بافهات للثوره او بموضوع عن الثوره. فعملت موضوع وانا قاعد في الميدان، فاكره لما جبت وكتبت كشكول وقلم لايف على طول وكتبت موضوع عن الثوره وغنيناه مع الناس، كان قبل التنحي بيومين بس بعده الحمد لله يعني كان التنحي الحمد لله يعني. جات لي كمان فكره مهمه جدا ان هي ان هو المصريين ده دي مش كان برضو المدهش ان هم فقراء جدا فيعملوا ثوره ما بتتكلمش على الفقر مش طرح موضوع الاكل والشرب يعني واحنا على طول شكاين بكاين على الفقر والضنك بتاع وفجاه تكتشف ان شعبه قليل جدا يعني عنده فخور جدا وبيتكلم على الحريه وبيتكلم على انه ضد النظام يعني مش عاجبه النظام يعني. سبحانه وتعالى بعد القدره علشان تتجمع الناس دي من كل انواع ومن كل الاحياء ومن كل الاعمار ومن كل المحافظات دي لا يجمعها الا الله سبحانه وتعالى وبحكمة ربنا وحكمة ربنا لان ربنا 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 اعلم ظروفنا ربنا اعلم بحالنا ان احنا اتعذبنا انا في حياتي الشخصية شفت جدي بيتعذب وبيتبهدل اثناء ده الحقيقة من اليوم الخامس السادس ابتديت ارسم في اللوحه بتاعت الثوره فابتديت ابنيها الحقيقه ناس حتى انا بعض الناس كانت عارفاني عشان انا يعني شويه كان في شويه برامج وبتاع فالناس من اللي في الثوره عارفيني ان انا كرسام فكان في بعضهم قبل ما يمشي حتى مبارك كانوا بيسالوني هترسمنا ازاي؟ وكان ده سؤال يعني صعب وسخيف سخافه لدرجه قلت لهم والله انا شكلكم في الموضوع ده بالتحديد مش عارف ارسمكم يعني لان الموضوع ده بيتهيالي انه اكبر من الرسم. الافلام الاخيره ليا من 3 4 افلام الاخيره كانت تكرس دائما للتمرد وتكرس دائما للثورة على هذا النظام لأنها كانت بتعرض مظاهر ظلم فادح وواقع على الإنسان المصري ومظاهر قهر إنساني غير مسبوق موجودة كل الحاجات دي كانت دعوة للتمرد يا ابني انا ست كبيره واقفه من بدري في الطابور يا حاجه يا ابني ده انا مهدود حلو وعايزه خمس ترغيفه بس في الطابور يا حاجه الله لا يسيق هو ربنا مش هيتوب عليا من الشغلانه دي بقى انت مزعل واحده قد امك اشغل ما كناش جيران يا اخي ما كل الناس دي جيران في الطابور بقى وخلصيني تخلص في نار جهنم يا شيخ مش عايز غلط انت وليه كبيره غير كده ممكن اهزقك انت انا تهزق مين يا ابني الجزمه انت هزق امك الاعمال الفنيه اللي هي في النهايه بتخاطب الوجدان مش بتخاطب العقول بس يعني في فرق بين النضال السياسي ممكن يبقى تأثيره أضعف من تأثير الفنون والثورة دي ملهاش قائد وما فيش حد متحدث رسمي باسمها فإحنا كنا بنعتبر نفسنا متحدثين رسميين يعني مش متحدث رسمي قد ما بنوصل رسائل الميدان عن آداب التظاهر السلمي هل توجه أي كلمة لهؤلاء الحشود ربما بعضهم يستمع إلينا الآن أنا أوجه دعوة لهذه الحشود عن مزيد من الصمود لكي تتحقق كل مطالب الشعب فكانت الناس بتثق إن إحنا مش هنقول كلام باعتبارنا ناس لنا اسمنا وعندنا مصداقيتنا عند الناس
مش ممكن هنروح نقول كلام مش مسؤولين عنه او فعلا مش دي رسالة حقيقية من الميدان. فكنا بنحاول ان نعبر عن الميدان او نكون لسان الميدان او ناقلين لرسائل الميدان.